ذهب الابن في الأمواج، ذهب الابن يسير مع اتجاه النهر. قالت لأخته، أخت موسى، الصيح، تبع الصندوق، شوفي وين يروح. هي خافت أن تخرج، قالت قصيه من بعيد حتى لا يعلموا بك شيئا. وهي تمشي تمشي وتشوف الصندوق وين يروح، الصندوق أين يذهب. فإذا بالصندوق يذهب إلى أين؟ إلى قصر فرعون. ويا لتصاريف القدر، الله عز وجل أراد شيئا ويقدر أمرا. هذا الطفل الرضيع سوف يأتي ولا يقف إلا عند قصر من؟ فرعون. من كان عند القصر؟ جواري، جواري فرعون يلعبن عند ضفة النهر وعند طرف القصر. فإذا بهن ينظرن إلى صندوق يرسى عند شاطئ النهر. ذهبت الجواري، ذهبنا إلى هذا الصندوق، فتحنا الصندوق فإذا غلام جميل. ما أجمل هذا الغلام، غلام في صندوق للتو مولود. الجواري ما فعل شيئا، بسرعة نادينا من؟ سيدة القصر. من سيدة القصر؟ آسيا بنت مزاحم، بطلتنا في هذه القصة، سيدة نساء العالمين. آسيا بنت مزاحم، تعالي يا سيدتي تعالي، رأينا أمرا عجبا. وآسيا ما كان عندها أولاد من الذكور، عندها بنات فقط، وكانت تتمنى ذكرا. فلما ذهبت وفتحت الصندوق وجدت طفلا جميلا ذكرا. ما أجمل هذا الطفل، لكنها خافت. فرعون إذا علم ذبحه، معلوم ما في أحد رمى هذا الطفل إلا بنو إسرائيل، يذبحه كما يذبح غيرهم. فلما جاءت بالصندوق ذهبت به إلى من؟ بهذا الطفل الرضيع إلى فرعون. فلما رآه في القصر قال لآسيا، ما هذا يا آسيا؟ ما هذا الطفل؟ قالت قرة عين لي ولك، لا تذبح لا تقتله، قرة عين لي ولك، نربيه يكون ولدا لنا. قال فرعون، بل قرة عين لك فقط، أما لي فلا. يقول ابن كثير، والبلاء موكل بالمنطق، لو قال قرة عين لي ولك لصار قرة عين له ولها، لكنه قال قرة عين لك فقط، أما لي فلا، لا حاجة لي به. قال قرة عين لي ولك، لا تقتلوه لا تقتلوه عسى أن ينفعنا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. ما يعلمون ماذا ينتظرهم في القدر، لا يشعرون أن هذا الطفل سيزول ملك فرعون على يديه، لا يشعرون ما الذي سيحصل بعد سنوات على يد هذا الطفل الرضيع. فرعون غضب لكنه ترك، ترك الطفل لمن؟ لآسيا. فرحت آسيا بهذا الطفل الرضيع، بحثت له عن من يرضعه، لا أحد يرضعه. كلما قربوا إليه المراضع يتأفف، كلما قربوا إليه امرأة يتركها ولا يرضع منها. فنشروا إعلان في مصر، من يتكفل بطفل عند فرعون وله كذا وكذا من الأموال. وتقدم المراضع، كل امرأة تريد أن ترضع من هذا الطفل، أموال باهظة. من؟ فرعون الذي يطلب هذا الطلب، سيدة المجتمع زوجة فرعون هي التي تطلب هذا الطلب. تقدم المراضع، وكلما اقتربت امرأة تأفف الطفل منها. فجاءت من؟ أخت موسى، دخلت على القصر، قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ تبون امرأة ترضعه؟ قالوا نعم، ائت بها، الطفل سيموت، الطفل لا يرضع، ربما سيموت الآن، بسرعة ائتنا بهذه الأم أو هذه المرأة. فذهبت إلى أم موسى، أمها، قالت تعالي بسرعة، يريدون أحدا يرضع هذا الطفل، موسى لا يرضع من أحد، سيموت جوعا، سيموت الطفل. فأسرعت أم موسى، وتخيلوا أم موسى لما تدخل على القصر شافت من؟ رضيعها. الله ثبت فؤادها، كادت أن تبدي به، كادت أن تفضح أمرها، كادت أن تقول هذا طفلي، لكن الله ثبت قلبها،
سكتت. قلب الأم صعب، صعب أن يصمت في هذه اللحظات، لكنها صمتت. لما دخلت حال النساء، كلما قربوا إليه امرأة لف رأسه الطفل. فلما قربوا إليه أمه الحقيقية أم موسى، فلما قربوا إليه الطفل إذا بموسى عليه السلام يرضع حتى يشبع منها. تعجبت آسيا وفرحت بهذه الأم المرضعة، فقالت لها اجلسي عندنا ترضعي هذا الطفل. قالت لا. قالت آسيا ولما؟ قالت زوجي لا يرضى، أبو موسى لا يرضى. قالت إذا ماذا نصنع، سيموت الطفل؟ قالت أم موسى، قالت إن أردت أن أرضعه فاذهبي به إلي إلى بيتي، اجعله عندي في البيت. فقالت آسيا بنت مزاحم لا بأس، سوف نضعه عندك في البيت ونضرب لك مالا، وأنت تحت حماية من؟ فرعون وجنوده. إنا رادوه إليك وجائلوه من المرسلين. فرده الله عز وجل إلى أم موسى. ظل موسى سنوات يتربى في قصر من؟ قصر فرعون. يتربى موسى عليه السلام ويكبر شيئا فشيئا، ويكبر شيئا فشيئا. يتربى عند من؟ عند آسيا بنت مزاحم، وعند أمه آسيا سيدة النساء. ما الذي حصل بين موسى وبين آسيا؟ العلم عند الله. هل تأثرت آسيا بنت مزاحم بهذا الطفل؟ العلم عند الله. هل غرس في قلبها الإيمان؟ العلم عند الله. قصص وحكايات وسنين طويلة لا نعلم بها ولا يعلم بها إلا الله. ما الذي حصل في القصر؟ لا ندري. لما شب موسى وكبر وحصلت حادثة القتل في مصر، هرب موسى إلى مدين، وظلت آسيا بنت مزاحم تفقد ابنها الذي تسميه كابنها موسى عليه السلام. خرج إلى مدين بعد 10 سنوات، رجع موسى عليه السلام يدعو موسى إلى دين الله، إلى الحق، إلى التوحيد، لكنه لم يؤمن. في تلك اللحظات كانت آسيا مؤمنة بالله، كانت موحدة، كانت تعلم أن فرعون كاذب وأنه كافر وأن الله عز وجل هو رب العالمين الذي خلق فرعون وخلقها. تعرفون ليش؟ لأن آسيا زوجة فرعون، تعرف من هو فرعون، تعرف نقصه، تعرف ضعفه، تعرف كذبه، تعرف أنه كاذب وأن الله هو رب العالمين. دخل موسى دعاه إلى الله فما آمن، أرسل إليه السحرة، وكانت زوجة فرعون تنظر للسحرة وتريد أن تعرف من الذي ينتصر، موسى وهارون أم السحرة، وكانت تتمنى أن ينتصر من؟ موسى الذي تربى في قصرها، وكانت تؤمن بإله موسى وهارون، وكانت تتمنى أن ينتصر موسى وهارون. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك، وزوجة فرعون ترقب وتنظر. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، ما كانوا يصنعون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. ففرحت زوجة فرعون، فرحت. ليش فرحت؟ فرحت أن موسى انتصر وأن إله موسى هو الحق. مرت الأيام، مرة ثانية بدأ فرعون يقتل الأطفال الذكور، وهرب موسى واختبأ في البيت مع قومه بني إسرائيل وجعلوا بيوتهم قبلة. في تلك الأيام بدأ التمرد في قصر فرعون. شوف ما الذي حصل. ماشطة تمشط بنت فرعون، خادمة تمشط من؟ بنت فرعون، وظيفتها تمشط البنت بس. في قصر فيه كفر وإلحاد وجبروت ودماء تسيل، هذه الماشطة كانت تمشط البنت، فسقط المدرى يعني المشط من يدها. وكانت هذه الماشطة مؤمنة لكنها كتمت إيمانها خوفا. نزلت هذه الماشطة لتأخذ المشط فنسيت وقالت بسم الله وأخذت المشط. سمعتها من؟ بنت فرعون. التفتت قالت ماذا قلتي؟ قالت قلت بسم الله.
قالت تقصدين أبي، الله يعني أبي،